طبعا اليوم الشوبينج صار اسهل من اي وقت مضى، وباختراع جدا ذكي وجدا بسيط عم نشوف خلينا نقول الباسكت اللي قدامنا بنحط فيها نحن الشوبينج برودكتس لما نكون عم نعمل شوبينج. طبعا اكثر نقطه نحن بتزعجنا لما نكون عم نعمل شوبينج هي عند التشيك اوت او عند الكاونتر، لما بنشوف طوابير ونشوف ناس كثير عم تنتظر. اليوم الموضوع صار كله ببليس واحد بهيدي العربيه، ولنعرف اكثر عن هالموضوع رح نعرف من خلال السيد احمد الفاوندر لهذا البرودكت لشركه كايبر. فاول شيء مرحبا استاذ احمد، حابين نعرف اكثر عن هالبرودكت الرائع اللي حضرتك صممته او انه اخترعته. ماشي، اقول لك all about it. So the way it works, a customer would walk into the store, they grab our shopping cart and they could do everything that they want directly on the cart. For a product like this one, these almonds, all they would have to do is scan it directly on the cart. Here on the screen it will tell me to place it in the cart, and a camera system and a weight system will detect the items and put it directly on the screen here after it's registered. So again, all I do is scan an item, put it inside, and it's going to register. The camera system also gets smarter over time, so later I don't have to scan any items. I just put them inside and the cameras will detect it right away. If I want to buy anything that's sold by weight, the bananas, some of they're sold by weight, I'd simply type in the item code that I'd see here on the sticker. So here it's 4011. When I select the bananas and I put them inside, أشوف هنا the ميزان, it weighs the bananas, and then I click add to cart here and it's gonna add it to the cart. طبعا شفنا انه الموضوع تحكم كامل، عم بتشوف الوزن وعم بتشوف كل شيء عم نعمل نحن هون، عم نعرف اول شيء السعر البرودكت اللي عم نشتريه، عم نشوف التشيك اوت اللي عم تكون. الشيء الملفت انه كمان فيها ميزان، انه نحن اذا عم نشتري شيء بالكيلو، اذا كان فواكه او اي شيء ثاني بينباع بالكيلو، صار الموضوع بسيط. عم ينزل بقلب الباسكت عم بتقول لنا قديش سعره وقديش هو كم كيلو وزنه. بس السؤال، كيف عم يعرف وزن البنانا بين كل البرودكتس الموجودين؟ عندنا سنسورز معينه جوا الكارت، so we know the exact weight of bananas. That's part of the secret algorithm that we've been creating, and a lot of the sensor fusion work we've built into the system could detect the weight versus other items in the cart. يعني هذا شيء رائع، لما بيكون في سنسورز بس لقط الفواكه او لقط اي شيء بينوزن عن طريق الويت وينعرف سعره. فهيدا كمان انا فيني اقول عنه براءة اختراع. طيب احمد، هذا الشيء هل هو حاليا اشتغل موجود؟ وين موجود ولوين مدى راح يكون؟ هو دلوقتي it's live in New York City. We have other retailers in North America that we're working with right now. So we'll be going live in the next few months with some of these larger players. Some of the larger players in Europe as well. I can't discuss them right now. I have a lot of non-disclosures, but there's a lot. طبعا احمد اول شيء مصري، بس من مواليد وسكان نيويورك. I think يعني لهيك عم يحكينا انجلش شوي، والاختراع بدا بنيويورك وان شاء الله راح يوصل لعنا على الدول العربيه ولا الله. Yeah, that's why I'm here. فان شاء الله يعني هذا بس يوصل لعنا على الدول العربيه، بعتقد كلياتنا بدنا ننزل نعمل شوبينج بس عشان نستفيد منها مش عشان نشتري اي شيء برودكتس. ثانك يو ميرسي لك مصراحه.